مشاهدينا ومشاهدي نايل لايف شبكة ام تي ان، اهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة من نهارك سعيد. النهاردة الاثنين 14/4/2014، يوم كله اربعات. يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا. صباح الخير يا شيخ. 14/4/2014 فعلا، ومع هذا اليوم اللي كله اربعات او اربعات كمان في بدء او بدء ارتفاع درجات الحرارة، فابتدوا كده خلوا بالكم، ولكن ده مش ارتفاع مستمر، يعني هو بس النهاردة كده في شوية حر وهنرجع تاني للمعدلات الطبيعية، وبالليل بتبرد شوية، فبرضه خلي بالكم شويه. ناخد بالنا لحد اخر الشهر تقريبا بيبتدي الجو يستقر. ومعانا فقرات كتير زي كل يوم. معانا فقره النهارده هتكون عن مسابقه جامعه السلطان قابوس عن اختراع غواصه ذاتيه التحكم. هيكون معانا في الفقره استاذ حسين خالد عبد العزيز احد الفائزين بالمسابقه، واستاذ علي احمد عبد الهادي احد الفائزين بالمسابقه ايضا. ايا كان بقى الرئيس القادم، سواء هيكون رئيس ذو خلفيه عسكريه او رئيس مدني او رئيس بيمثل الثوره او ايا كان، يعني في مواصفات وفي طلبات مطلوبه منه. ايه هي يا ترى المواصفات ديت؟ كمان بناء على الفتره اللي فاتت والتجربه اللي عشناها قبل كده مع رئيس لم يستكمل مدته، وايضا مع 30 سنه قبلها، ومع بدايه لمصر في مرحله صعبه جدا. ايه المطلوب من الرئيس الجديد؟ ودي فقره او ده عنوان فقره معانا، وهيكون ضيفنا فيها الاستاذ محمد الحداد، وهو مدير تحرير جريده اخبار اليوم. وعن حالات التحرش اللي بنشوفها داخل الجامعات وحملات كتير جدا لمحاربة التحرش، وما زال التحرش مستمر. في حملة جديدة اسمها حملة انت اقوى، هيكون معانا النهاردة استاذة سارة عرفات المتحدث الاعلامي عن الحملة، وهتكلمنا ايه الجديد في الحملة المرة دي. تطورات او تصاعدات في الجامعات من الاخوان، ايضا تعاون او تضافر القوى الدوليه يوم بعد الثاني، بلد بعد الثانيه بتبدا انها تدرك الاخوان وايا كان من يتبعهم كمنظمات ارهابيه، وفي ترحيب عالمي بهذا الموضوع. كل ده اكيد حاجات بتاثر الفتره اللي جايه، وعلى هذا الصعيد وفي صعيد اخر طبعا وهو الانتخابات الرئاسيه. كل ده هو المشهد السياسي في مصر اللي بيحمل الكثير من علامات الاستفهام. تعالوا نعرف اكتر ايه اللي هيحصل، وده من خلال فقره برضو خاصه جدا تحليليه عن المشهد السياسي، وهيكون ضيفنا فيها الاستاذ ربيع شاهين. طبعا زي كل يوم نبدا معاكم فقره الصحافه، هيكون ضيفنا النهارده الكاتب الصحفي اشرف البربري مدير تحرير جريده الشروق. فقره الصحافه تكون مع شريف، تابعونا فاصل صغير جدا ما نرجع لكم.